أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسكر نبينا محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي مجموعة قنوات كربلاء الفضائية، تحية طيبة عطرة زكية لكم، وأنتم تشاهدوننا ضمن هذا البرنامج الفقهي المباشر باسم برنامج فقه الصائمين الذي يطل عليكم هذه الإطلالة المباركة. أحييكم سادتي المشاهدين كما أحيي ضيفي الدائم في هذا البرنامج سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد ومرحبا بكم. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياك الله، تقبل الله صيامكم سماحة السيد. الله يتقبل أعمالكم. آمين رب العالمين. سادتي المشاهدين، أذكركم بالأرقام التي تكون ظاهرة الآن في أسفل الشاشة، هي الأرقام التي يمكنكم أن تتواصلون من خلالها معنا إن شاء الله. كما أنوه وأذكر بأن يوم الأحد ويوم الثلاثاء ويوم الخميس في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت العراق هي الأوقات والأيام التي نطل من خلالها عليكم عبر شاشة قناة كربلاء الفضائي. أجدد التحية والترحاب بك سيدي الكريم مرة أخرى. كان لدينا سؤال من الحلقة التي مضت للأخت أم زينب من كربلاء المقدسة ولم يسعفنا الوقت. كان سؤالها سماحة السيد بخصوص والدها متوفي ولديه تقريبا 23 سنة هو لم يصم، سواء كان جاهلا بالحكم أم هناك قضايا أخرى هي لم تذكرها، لكن سماحة السيد تقول توفى وهو أوصى بالصيام عنه وترك إرثا ولم يؤدي أحدا عنه ما عليه من واجب، ماذا يترتب عليه من حكم شرعي سماحة السيد؟ تفضل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. بالنسبة للصلاة، الوصية بالصلاة، الوصية بالصوم، هذه تخرج من أصل تخرج من ثلث الميت، لا تخرج من الأصل كما في الديون، يعني ديون الناس أو الديون الشرعية مثل الخمس والزكاة ورد المظالم ومجهول المالك. الخمس والزكاة ورد المظالم ومجهول المالك هاي تطلع من أصل المال بالإضافة للديون من أصل التركة. بالنسبة للصلاة والصوم هذه تخرج من الثلث، يعني إذا أوصى الميت فتخرج من الثلث، إذا لم يوصي لا تخرج من الثلث. بالنسبة للشخص هذا اللي يسأل أو الأخت اللي سألت عن هذا الشخص، نعم الأخت أم زينب، فبالنسبة لوالدها إذا كان قد ترك الصوم متعمدا وكان يعلم بوجوب الصوم فيجب عليه القضاء والكفارة وفدية التأخير لأنه أخر القضاء إلى مجيء رمضان الثاني. الآن هو توفى، إذا أوصى فيطلعوا له، إذا كان ترك الصوم متعمدا يطلعوا له قضاء وكفارة وفدية تأخير. الكفارة هي مخيرة طبعا بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام. أما إذا كان هو مثلا في وقتها كان واثق من دون تردد أنه الصوم واجب عليه فمو واجب عليه الكفارة، هذا يعتبر جهل بالحكم؟ لا تجب الكفارة. نعم، هذا يعتبر جهل بالحكم مثلا، يعني إذا كان واثق أنه يعني يعتقد، البعض يعتقد مثلا أيام شباب يعتقد أنه الصوم هو مو واجب عليه، إذا كان يعتقد الصوم واجب عليه لا تجب الكفارة، فقط القضاء وفدية التأخير. طيب، إذا كان أخر القضاء. طيب، نكمل الإجابة إن شاء الله سماحة السيد، لكن خلينا نأخذ هذه الاتصالات. معي أبو معي مؤمل من ذي قار. السلام عليكم يا مؤمل، تفضل. السلام عليكم. حياك الله، الله يتقبل صيامك إن شاء الله. رمضان كريم إن شاء الله. الله أكرم عليك وعلينا بالخيرات إن شاء الله، تفضلوا. بس سؤالي، والدتي حامل بالشهر الثالث. والدتك شنو؟ حامل بالشهر الثالث. نعم. ويعني هذا الصوم راح يعني يأثر لها خطورة على حياة الجن. طيب، هي الآن جربت الصيام ما قدرت الصوم، تحس أنه ما قدرت. طيب، شكرا يا مؤمل، تحياتنا لك، إن شاء الله راح تسمع الإجابة من سماحة السيد مفصلة بهذا الخصوص. معي علاء من ذي قار. السلام عليكم يا علاء، حياك الله، الله يتقبل صيامك إن شاء الله، تفضل عيون اسمعك. السلام عليكم، رمضان كريم. حياك الله، الله أكرم علينا وعليك بالخيرات إن شاء الله، تفضل عيوني. تفضل. مرة بقينا شلون بالصيام؟ يعني هاي 4 أشهر قد كم يوم تبقون بالشهر؟ يعني مكان يعني محافظة نروح عليها ما نبقى بيها مثلا
لا قصدي من تروح تروح من البيت تلتحق، كم يوم تداوم؟ داوم سبعة أيام. طيب وضحت الفكرة إن شاء الله سيدنا. واضح. طيب معي أم علي من كربلاء المقدسة، السلام عليكم يا أم علي. الله يسلم عليكم. السلام. الله يخليك يا أم، تفضلي. الله يتقبل صيامكم أم علي. الله عليك. أنا صايمة شهر رمضان. أم علي تسمعيني؟ والمطلوبة هل يصير علي الصيام مطلوبة يعني زين؟ هل يصير علي الصيام؟ طيب أم علي كرري السؤال. الله يخليك. اسمعيني من التليفون مباشرة بتعديل عن صوت التلفزيون، أكون ممنون من عندك. أم علي تسمعيني؟ ألو؟ حتى ما نفقد الاتصال مع الأسف. معي أم زينب بن ميسان، السلام عليكم يا أم زينب. الله يتقبل صيامكم إن شاء الله. أهلا وسهلا، الله يتقبل صيامكم، تفضل يا أم زينب. بس عندنا سؤال، الأظافر إذا كانت نظيفة يصير يعني لو تبطل صلاتك وصيامك؟ شنو علاقتها بالموضوع؟ يعني إذا حطيت صبغ أظافر على اليد على الأظافر بلي. حتى بطل الصلاة والصيام؟ ها في قصدك تسألين عن الوضوء تقريبا، قصدك حكم الوضوء الظافر فقط يعني صبغ الأظافر، تسأل عن صبغ الأظافر من باب الزينة تقصد سيدنا؟ إن شاء الله أنت واضح. طيب إن شاء الله تسمعين إجابة مفصلة يلا. بشكل عام من هذا السؤال. طيب أم أحمد من كربلاء، السلام عليكم أم أحمد. عليكم السلام. مرحبا أم، نسمع نسمعك تفضلي. أنا عندي سكر، وسكر كلش بعد 400-500، فأنا مقاومة ويا روحي يعني جاي أصوم بس حيل جاي أتعب. طيب وعندي كلياتي حيل جاي أذني، يعني شلون حكمها؟ طيب راجعت الطبيب انطاكم فد استشارة قالكم إذا صمتوا أنتوا راح تضررون؟ هي قالي لا صومي تعر عليك. طيب شكرا أم أحمد. العفو. دللي دلي. معي متصل آخر السيد المخرج جعفر من واسط، السلام عليكم يا جعفر. الله يتقبل صيامك يا جعفر. عليكم السلام ورحمة حياك الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. تفضل يا جعفر. عيني مولاي، يعني بالنسبة لي مطلوب صلاة وصوم والله ما كني أقدر مثلا أدفع فلوس لو إلا أقضيهن. طيب شكرا شكرا يا جعفر، تحياتنا لك. غسان من ذيقار، السلام عليكم يا غسان، حياك الله. غسان تسمعنا؟ السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله يا غسان، تفضل. تفضل يا غسان. عندنا سؤال، ممكن سؤال؟ تفضل تفضل. الو تفضل. إذا مثل سؤال بالنسبة لصور السجدة الواجبة. نعم. صور السجدة الواجبة. صور السجدة الواجبة. هل يجوز بها الوضوء؟ يجوز بها الوضوء؟ يعني للقراءة أو لللمس؟ أقول يجب بها الوضوء يجب. أقول للقراءة أو لللمس؟ قراءة الآية أو لمس الآية؟ قراءة فقط القراءة فقط القراءة ما يلمس. موضع السيد الواجب. طيب شكرا يا غسان. طيب ابو رائد، ابو رائد من الديوانية، السلام عليكم يا ابو رائد. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يتقبل صيامك ابو رائد. الله يحفظكم جميعا. امين. تفضل يا ابو رائد نسمعك. البارحه انا مش اسمعني ابو رائد، بس اسمعني من صوت التليفون الله يخليك، ابتعد لي عن صوت هو انا من التليفون. عاشت ايدك حتى نسمعك بوضوح. بارحة سحرت. بلي. اسمعني. نسمعك تفضل. البارحة سحرت وتريعي طلع ضخم الحج يعني مثل الزواع. طيب واضح السؤال يا ابو رائد. مثل الزواع طلع يعني قليل فتات من الاكل قليل طلع من الحج. دلل تسمع الاجابة ان شاء الله. نعم. معي ام زهراء.
السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام. تفضلي يا أم زهرة. الله يتقبل صيامكم. تفضلي. تفضلي. ابني عمره 7 سنين ونص وصايم ونريد يهدي صيام جدا متوفي. وأريد يعني أعرف شنو الحكم بهذا، وأريد أعرف يصير واحد يقرأ قرآن بالموبايل. وعندي بعد سؤال. العفو، السؤال الثاني شنو أم زهرة؟ قراءة القرآن بالموبايل. يصير واحد يقرأ قرآن بالموبايل. طيب، السؤال الثالث تفضلي. وعندي بعد سؤال. العفو، بعد العادة الشهرية تنزل مادة جوزية، هذا تبطل الصيام لو لا؟ ورا شقد يعني ورا العادة؟ شقد العادة وشقد هذا تطلع المادة الجوزية؟ هي مدتها العادة يعني كل شهر 3 أيام 4 أيام. اليوم الرابع تنزل يعني مادة جوزية. واضح. مو حمراء. مو حمراء المادة، جوزية. واضح. يعني واضحة جوزية. بلي. شكرا يا أم زهراء، واضح السؤال. تحياتنا لك. بارك الله بكم. حياكم. أبو علي من ميسان. السلام عليكم يا أبو علي، الله يتقبل صيامك. تفضل عيوني. عليكم السلام، تقبل الله من الجميع. آمين. تفضل يا أبو علي. سؤالي للسيد. تفضل. تفضل. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولاي أنا مزارع فلاح. نعم. مزرعتي تبعد عن البيت يعني 35 كيلو. نعم. يعني بس أنا بنروح للزرع مثل مدة الزرع 6 أشهر، بس أنا ما تواجد 6 أشهر، مرات تواجد بالشهر مرة، مرات بالأسبوع مرتين، مرات يعني بالسنة 3 مرات يعني، أروح وأرجع مرات من مكان الزرع هم أسافر سفر ثاني، يعني يصير علي صيام صلاة القصر. عفوا، بالشهر واجب. بالشهر كم سفرة تسافر بالشهر؟ مرات أسفر 8 مرات ومرات أسفر مرة واحدة. واضح. واضح. هاي خلال الشهر تكون مرات 8 مرات ومرات أكثر، مو صحيح؟ مرات يعني يجوز شهر ما بيسافر. إيه سيدنا الدليل رحمة الله. طيب، شكرا يا أبو علي، تحياتنا لك، شكرا جزيلا. السيد المخرج لو تسمح لنا الآن نجيب على الأسئلة إن شاء الله. دلل، شكرا جزيلا. سمحت السيد، نرجع إلى السؤال الأول. الأخت أم زينب سألت بخصوص والدها اللي يعني تقريبا 23 سنة ولم يصم، ووصلنا بالتحديد إلى لو كان جاهلا بالحكم ماذا ترتب عليه. سمحت السيد فضل. نعم. نعم، قلنا أنه إذا كان لا يعلم بوجوب الصوم لا تجب عليه الكفارة. إذا كان يعلم بوجوب الصوم فتجب عليه الكفارة، يعني هو يعلم بوجوب الصوم، يدري بالصوم واجب الشريعة المقدسة ومع ذلك أفطر، فهذا يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة. وإذا أخر القضاء إلى مجيء شهر رمضان الثاني فتترتب عليه فدية تأخير. أما إذا كان هو واثق من دون تردد أنه الصوم مو واجب عليه، لا تجب عليه الكفارة، فقط القضاء. وإذا أخر القضاء حتى مجيء شهر رمضان الثاني عليه فدية تأخير. طيب، هسا بالنسبة لبنته سماحة السيد، هو متوفى الآن، شو يترتب عليه؟ هو أوصى يعني أنه قال جزء من التركة مالتي، الثلث مالتي ادفعوا له صلاة وصوم. فعلى نقول هم أصلا ما حد يهتم بهذا الموضوع، على الوصي أنه ينفذ الوصية. على الوصي ينفذ الوصية. طيب، هي ما عليه شيء سماحة السيد؟ لو على الأكبر إذا ما طلع، إذا هو أوصى بالثلث وما طلعوا البقية، ما طلعوا الثلث، فخلت تطلع من حصتها الثلث، من حصتها هي. طيب، أحسنتم سماحة السيد، شكرا على هذا التفصيل. مؤمل من ذيقار سأل بخصوص والدته، هي حامل في الشهر الثالث ويقول هي لا تستطيع الصيام تقريبا بسبب وضع الحمل، ماذا يترتب عليها سماحة السيد؟ علما هي تختلف عن الحامل المقرب إطلاقا. تفضل سيد. نعم، يعني بالنسبة للأخت قالت إنه هي حامل في الشهر الثالث، يعني هي حامل غير مقرب. نعم. الحامل غير المقرب في الشهر الثالث أو الرابع أو الخامس، أي شهر تقريبا يصدق هذا العنوان سيدنا؟ يعني حتى للسابع، حتى السابع تعتبر غير مقرب. المقرب يعني اللي هي بمعنى المقرب اللي على وشك الوضع، على وشك الولادة، كما لو كانت في الشهر التاسع بالتأكيد أنه الشهر التاسع هي على وشك الولادة. الثامن لا يدخل في هذا. الثامن أيضا كذلك هم على وشك الولادة تعتبر. فإذا كانت الحامل مو مقرب كما في الشهر الثالث أو الرابع أو الثاني أو الأول وكان الصوم يضرها أو يضر بالجنين مالتها، هنا يجوز لها الإفطار وعليها القضاء فقط بعد شهر رمضان، فقط عليه القضاء، لا يترتب يعني غير القضاء شيء آخر. الحامل المقرب اللي هي على وشك الوضع، إذا كان الصوم يضره بها أو يضره بالجنين مالتها، وردت لها الرخصة في الإفطار، تفطر
وعليها القضاء بعد شهر رمضان، وبالإضافة للقضاء تجب عليه فدية 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم. أحسنتم سيد. علاء من ذي قار سأل أنه وقال أنه داوم في الحشد ولم يكن لديهم مكان ثابت على الإطلاق، يعني يقول مرة نكون في مكان 4 أشهر، مرة نكون أكثر، مرة ننتقل إلى مكان آخر نبقى سنة. هذه الانتقالات سماحة السيد حكمها الشرعي فيما يخص الصلاة والصيام؟ تفضل. نعم، هو ذكر الأخ أنه قال إحنا في كل 4 أشهر مثلا ننتقل من مكان إلى مكان آخر. نعم. عدد الأيام اللي نبقاها في الشهر 7 أيام. نعم. يعني 7 يبقى يروح يداوم ويرجع 7 أيام. ثم ذلك يرجع مرة ثانية 7، وهو متنقل في أماكن متعددة. نعم، يصدق عليه كثير السفر. لأن كثير السفر على الأقل أنه عنده 6 أشهر على الأقل، يكون عنده عزم على الاستمرار على السفر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة، فهو 6 أشهر عنده متحققة. وعنده أيضا ما لا يقل عن 10 أيام في الشهر، وعنده 14 يوم في الشهر يكون بهم مسافر متنقل. فنعم يصدق عليه كثير السفر، أينما يسافر يصلي تماما ويجب عليه الصوم. طيب أم زينب من ميسان سألت ما يخص صبغ الأظافر سماحة السيد، سواء كان بالنسبة إذا اعتبرت كزينة في نهار شهر رمضان أو في شهر رمضان، أو علاقتها بقضية الوضوء. تفضل سيدي. نعم، هي يعني سألت بالنسبة لصبغ الأظافر ما حكمه في الصلاة وفي الصوم. على الصوم لا يؤثر صبغ الأظافر، يعني المرأة إذا مخلية صبغ أظافر ما يؤثر على صحة صومها. نعم يؤثر على الصلاة، يؤثر على الصلاة لأنه الصلاة مشروطة بالطهارة، يعني إذا كان هو محدث بالحدث الأصغر يجب عليه أن يتوضأ، أو المرأة مثلا إذا كانت محدثة بالحدث الأصغر تتوضأ، إذا كانت محدثة بالحدث الأكبر مثل الجنابة فعليها الاغتسال. صبغ الأظافر هذا مانع من وصول الماء في الوضوء وفي الغسل، مانع من وصول الماء. فإذا توضأ المرأة، إذا توضأت وهي مخلية صبغ أظافر وضوها ما يصح، وبالتالي إذا صلت صلاتها أيضا تكون مو صحيح. المشكلة أنه الصلاة مشروطة بالطهارة، تكون بالطهارة بالوضوء هنا. نعم صحيح. أيضا إذا كانت محدثة بالحدث الأكبر مخلية صبغ أظافر واغتسلت غسل جنابة أو مثل غسل الحيض أو النفاس، أيضا هذا الغسل ما يجزي، باعتبار أنه الماء في هذه المنطقة ما راح يوصل إلى البشرة، وبالتالي يكون الغسل مو صحيح. وإذا كان الغسل مو صحيح الصلاة مو صحيح. فإذا صلت هي توضت وضوء وكانت مخلية صبغ أظافر، أو اغتسلت غسل وكانت مخلية صبغ أظافر وصلت، فعليها هاي الصلاة تعيدها في الوقت يجب عليها العادة، أو في خارج الوقت يجب عليها القضاء طبعا بعد إزالة صبغ الأظافر وإعادة الوضوء أو الغسل. سنتم سيدنا على هذا التفصيل، جزاك الله خير الجزاء. أم أحمد من كربلاء المقدسة سألت أنه لديها مرض السكر، وذكرت يعني يكون لديها ارتفاع شديد جدا في السكر بحيث لا تستطيع الصيام، يعني ربما جربت الصيام لكن لم تستطع. تداخلت معها ذكرت أن الطبيب قد منع من هذا الشيء، ماذا يترتب عليها سماحة السيد؟ تأخذ بكلام الطبيب أم هناك حكم آخر؟ نعم، بالنسبة لقول الطبيب، قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب للصدق والخوف جاز الأخذ بقوله في هذه الحالة. يعني الطبيب عندما يقول للمريض الصوم يضرك، كلام الطبيب هذا يولد عند الشخص هذا المريض يولد عنده يعني ظن بالضرر أو احتمال الضرر، جاز الأخذ في هذه الحالة الأخذ بقول الطبيب والإفطار، وعليه طبعا القضاء بعد ذلك. الشخص إذا شوف نفسه هو يتضرر، يعني مثلا عنده سكر أو عنده ضغط، وإذا صام يشوف نفسه هو يتضرر، حتى لو الطبيب قال لأنه الصوم ما يضرك، لكن هو كان يعتقد أنه الصوم يضره، في هذه الحالة يمكن اعتماد على رأيه هو، على رأي المريض. طيب. هو شخصيا ويفطر في هذه الحالة وعليه القضاء بعد شهر رمضان إذا شوفي من المرض. أما إذا استمر المرض من شهر رمضان الأول إلى أن إجى شهر رمضان الثاني فيسقط القضاء وتجب الفدية بدلا عن القضاء 3/4 الكيلو عن كل يوم. طيب جعفر من واصل سماحة السيد يسأل فيما يخص القضاء والأداء، يقول أنا مطلوب صلاة ومطلوب صيام، أنا عندي فلوس لكن لا أستطيع الصيام إطلاقا، يجوز أنه أصرف هذه المبالغ في سبيل القضاء هذه الأمور أم ماذا يترتب سماحة السيد؟ يعني هو يسأل أنه يقول يصير واحد يصلي مكان أنا موجود أو يصوم مكان، لا تصح النيابة عن الأحياء في الواجبات. فإذا أنت كنت مطلوب صلاة أو مطلوب صوم ما تصح النيابة، يعني تقول للشخص تعال أعطيك فد مبلغ وصلي عني وصوم عني، ما تصح هذه النيابة.
يجب عليك انه ما طول فاتتك هاي الصلاه وما او الصوم، يجب عليك القضاء. الان انت تقضيه، تقضي الصلاه وتقضي الصوم. طبعا الصوم اذا كان افطار عمدي عليه كفاره ايضا، وايضا فديه تاخير اذا اخرت القضاء. ان شاء الله بعد عمر طويل يعني بعد الوفاه، نعم اذا واحد ما مصلي بعد الوفاه واوصى فيطلعوا له من الثلث، من الثلث الترك من تركته الثلث مالته، يطلعوا له يعني مبلغ ويدفعوا له يعني يستاجروا له شخص يصلي عنه ويصوم عنه. بالنسبه للنيابه تصح عن الاموات في الواجبات وفي المستحبات، تصح النيابه. اما في الاحياء فلا تصح النيابه في الواجبات، وتصح في بعض المستحبات اللي هي الحج والعمره والطواف بمكه والطواف حول الكعبه لمن كان لمن لم يكن بمكه، النيابه تصح بها ايضا، وزياره قبر النبي والائمه المعصومين وما يتبعهما، يعني ما يتبع الطواف والزياره من صلاه. وهذا بعضها وليس كلها. احسنتم. وسام الديقار سمعت سيد سال فيما يخص يعني السجده، السجود السجدة يعني اللي تصل في القراءة، سجدة التلاوة اللي موجودة في بعض السور القرآنية. يقول هل يجب فيها الوضوء أم لا؟ تفضل. المحدث لا يجوز للمحدث قراءة سور قراءة آيات السجدة في سور العزائم الأربعة. عندنا آية، عندنا سورة السجدة فصلت وفصلت والنجم والعلق، ذن أربع سور تسمى بسور العزائم الأربعة. في كل واحدة من هذه الصور آية سجدة. المحدث بالحدث الأكبر يعني المجنب المرأة الحائض ما تصح قراءة هذه، لا يجوز، عفوا مو ما تصح، لا يجوز قراءة هذه الآيات الأربعة، لا يجوز لها. بقية الصورة طبعا الأحوة استحبابا، حتى الصورة أنه ما يقرأها المحدث الأحوة استحبابا، لكن الصورة بحسب الفتوى يجوز أنه يقرأها ما عدا آية السجدة لا يجوز للمحدث بالحدث الأكبر قراءتها. مثلاً نعم يا نعم يا براء نعم يا براء. أما بالنسبة للمحدث بالحدث الأصغر يجوز له أنه يقرأ القرآن كله بما في آيات السجدة، لكن ما يجوز له يمس الكتابة. مس الكتابة المحدث بالحدث الأصغر، والحدث الأكبر لا يجوز له مس كتابة القرآن. اثنينهم يعني بالنسبة للمحدث بالحدث الأكبر والأصغر، مس الكتابة اثنينهم ما يصير. يقرأ قرآن يصير لكن لا يمس الكتابة. بالنسبة للسور العزائم الأربعة وآيات السجدة في سور العزائم الأربعة، المحدث بالحدث الأصغر يصير يقرأها، لكن المحدث في الحدث الأكبر لا يجوز القراءة. طيب ما يشترط فيه الوضوء هنا سيدنا؟ القراءة لا يشترط فيها الوضوء، المس الكتاب طيب لا يشترط. واضح. ابو رعد من الديوانيه سال فيما يخص التقيؤ سماحه السيد في نهار شهر رمضان، ماذا يترتب عليه؟ التقيؤ اذا كان عمدي نعم يكون هذا مبطل للصوم ويوجب القضاء دون الكفار. هذا اذا كان يعني اذا كان متعمد، اذا تقيأ سهوا مثلا من دون قصد او من دون اختيار يعني لعبه نفسه وتقيأ، هذا ما يضر بصحه صومه، صحيح. فقط الذي يتعمد القي هذا يكون مبطل للصوم فقط في مسألة التعمد، نعم، ويجب عليه القضاء فقط دون الكفارة. جيد. أم زهرة من بابل سألت فيما يخص ابنها سمع سيد 7 سنوات، تقول هو يريد أن يهدي صياما إلى جدي، هل يجوز ذلك أم لا؟ النيابة ما تصح يعني بالنسبة إذا كان غير بالغ، النيابة يعني يصوم نيابة عن جدة ما تصح النيابة. أما أهداء الثواب يجوز أنه يصوم أو يصلي ويهدي الثواب، ثواب الصلاة أو ثواب الصوم إلى شخص آخر، ما يفرق أيضا الشخص الآخر حي أو ميت. هذا بالنسبة للإهداء، الإهداء يجوز من الصبي غير البالغ، يجوز إهداء الصلاة والصوم لشخص آخر حي أو ميت، يعني بعد ما يكمل العمل، بعد ما يصلي صلاة الواجب أو المستحبة. وكذلك أيضا بالنسبة للصوم الواجب والمستحب بما في شهر رمضان، بعد العمل يهدي ثواب هذا العمل إلى شخص آخر حي أو ميت، هذا يجوز. حكم قراءة القرآن في الموبايل، هل نفس الأجر والثواب الذي يحصل عليه القارئ أم يختلف؟ يجوز، نعم يجوز قراءة القرآن في الموبايل أو مثلا على شاشة التلفزيون، ولكن الأفضل من الأفضل قراءة القرآن في المصحف. في المصحف يكون الثواب أكثر مما يقرأ الموبايل، مما يقرأ، عفوا، مما يقرأ صور القرآن على ظهر قلبه، يعني هو حافظها ويقرأها، أو يقرأها في الموبايل يحصل ثواب. اللي حافظ القرآن ويقرأ على ظهر عن ظهر قلب يحصل ثواب، واللي يقرأ القرآن بالموبايل أيضا يحصل ثواب، لكن قراءة القرآن في المصحف يكون أفضل. سمع سيدنا فاصل، نأخذ الفاصل إن شاء الله ونواصل تتمة
الإجابة على الأسئلة مع السادة المشاهدين إن شاء الله. اسمحنا بفاصل إن شاء الله. سادتي المشاهدين فاصل قصير ونكمل معكم إن شاء الله، أبقوا معنا. عليه السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أتاني جبرائيل فقال: يا محمد، سيكون في أمتك فتنة. قلت: فما المخرج منها؟ فقال: كتاب الله فيه بيان ما قبلكم من خبر، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. السلام عليكم سادتي المشاهدين، تحية طيبة مجددا لكم مرة أخرى من قناة كربلاء الفضائية مرآة العقيدة وراية الأحرار. سادتي المشاهدين أذكركم بالأرقام التي تكون ظاهرة في أسفل الشاشة، هي الأرقام التي يمكنكم أن تتواصلون من خلالها معنا إن شاء الله. أذكر كذلك أن يوم الأحد ويوم الثلاثاء ويوم الخميس هي الأيام والأوقات التي نطل من خلالها عليكم إن شاء الله في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت العراق. أجدد التحية والترحاب بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، كذلك أرحب مجددا بضيفي الدائم في هذا البرنامج سماحة السيد خضير المدني. مرحبا بك. كان هناك سؤال للأخت أم زهراء سماحة السيد، سألت فيما يخص لو طهرت المرأة بعد العذر الشرعي، وكان هناك بعض الإفرازات التي تخرج من المرأة سماحة السيد بعد الطهارة، ماذا يترتب عليها وما حكمها سماحة السيد؟ نعم، سؤال أختي، يعني ذكرت أنه الدورة ما ثلاثة أيام وأربعة أيام، ثلاثة إلى أربعة أيام في الأيام في اليوم الأخير تشوف دم جوزي، هذا يعتبر حكمه حكم الحيض هذا، فأيضا تترك العبادة خلال هاليوم هذا إلى أن يحصل النقاء. إذا حصل النقاء تماما يعني فتغتسل وتصوم وكذلك أيضا تصلي. حسنتم سماع السيد. معي اتصال، أول اتصال سيد المخرج أبو ياسر من كربلاء المقدسة. السلام عليكم أبو ياسر، حياك الله. السلام عليكم. الله يتقبل صيامك أبو ياسر. الله نسمع. الله يتقبل طاعات رمضان مبارك ان شاء الله. الله يخليك، تفضل يا عيون نسمعك. الله يسلمك. انا عسكري اداوم بالرقبه. اداوم بالرقبه، بيتنا بكربلاء. اطلع من كربلاء بالحجر الصبح، يعني ياذن علي بمحافظه تقريبا بالانبار بالفلوجه. وبعدين نستمر يعني. الافطار يصير علي يعني افطران قبل ياذن مثلا. ايش قد دوامك؟ ايش قد دوامك؟ دوامك ايش قد بشقد؟ دوامك 12 ب 12. نعم، ايش قد صار لك؟ صار لي سنتين. بهذا المكان؟ نفس المكان ما تغير. نعم، ومستمر به ان شاء الله؟ ان شاء الله. ان شاء الله. في مكان ثابت مو ابو ياسر صحيح؟ ثابت، نعم، نعم جي. ثابت. جيد، شكرا ابو ياسر. غفران من النجف الاشرف، السلام عليكم غفران. وعليكم السلام والإكرام. الله يتقبل صيامكم أخت غفران. تفضلي تفضلي. تقبل الله منكم. آمين آمين. تفضلي أختي تفضلي نسمعك. العفو، أنا عندي سؤال إلى السيد إذا ما قدر. بلي بالخدمة تفضلي. أولا نحن من مقلدين السيد السيستان دام ظل الوقت، وعندنا سؤالين إذا ما قدر. تفضلي تفضلي. عندي سؤال أول، إنه والدتي ناوية تروح السر، صلاة الفجر مباشرة وترجع للنجف قبل الأذان، هذا يصير إفطار عليها لو قبل أذان الظهر صحيح؟ إذا نرجع للنجف يعني،
وإذا بعد الأذان شو يعني؟ وإذا بعد الأذان شنو الحكم؟ طيب سؤال الثاني. سؤال ثاني، أنا طالبة السادس علمي إن شاء الله هاي السنة. أنا صيامي يعني أصوم وما أتحمل، يعني مثلا جيت وقت بعد ما أقدر أجزم القلم ولا أقدر أسيطر وأركز على المال، ووقت يعني داركني وامتحانات، يعني شنو حكم السيد؟ يعني أنت جربتي ما قدرت تصومين هذه الأيام؟ أي والله خطوة يعني فران. يعني وقت ما أقدر ألزم القلم الله يسهل، يعني ما أقدر أركز على المادة، ويعني السنة الأخيرة والمستقبل هذا ما. طيب اكو تفصيل ان شاء الله راح تسمعينه بهذا الخصوص من سماحه السيد. شكرا يا غفران من النجف الاشرف. معي متصل اخر. ام رقيه، السلام عليكم. ام رقيه من بابل، مرحبا يا ام رقيه، الله يتقبل صيامكم. ام رقيه تسمعينه؟ السلام عليكم. تفضلي. وعليكم السلام. ام رقيه تفضلي نسمعك. اي نعم اسمع. تفضلي. أنا حامل بشهر الثامن. أنا حامل بشهر الثامن، فقالوا لي ما يصير يعني الصوم، وهذا الشيء يعني يجوز لو ما يجوز يعني أقضي. طيب اللي قال لك ما يصير الصوم منه، استشارة من الطبيب ولا شخص اعتيادي مثلا؟ اي دكتورة قالت. واضح السؤال، شكرا يا أم رقية. متصل آخر سيد المخرج. أم محمد من واصل، السلام عليكم يا أم محمد، الله يتقبل صيامكم. رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم إن شاء الله. حياكم. تفضل يا أم محمد نسمعك. العفو، بس عندي سؤال. دللي. أنا ما عندي مرض معين، بس أنا ضغطي على طول السنة يعني هابط جدا، أصوما بس أوقع يعني أفقد دائما، اخلي بالجنطه بطل مي وملح. هل هذا يعني ومن اوصل حاله عندك؟ يعني هبوط عندي هبوط بالضغط ولا ارتفاع بالضغط يا؟ لا هبوط. هبوط حاد يعني، هو دائما كل وضع. مخلي بالجنطه يعني بطل مي وملح، يعني هذا عزم على الافطار. يعني انا اخاف من حالتي، اخاف لو اوقع باي مكان، مرات اكمل اليوم ومرات لا ما اقدر. يعني انت جربت الصيام الان ما قدرت تصوم من هذه الفتره صحيح؟ هسه انا صايمه، بس اكو ايام يعني شلون ما اخذ حاله طارئه وياي. جاي واضح السؤال يا ام محمد، شكرا جزيلا لك ام محمد، الله يحفظكم ان شاء الله. رحم الله. دليل دليل. ياسر من كربلاء المقدسه، السلام عليكم يا ياسر، حياك الله. ياسر تسمعني؟ ياسر تسمعني؟ نعم سيد. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل نسمعك. السلام عليك سيد. حياكم الله. صيام مقبول. تفضل ياسر. أنا عمري 11 سنة، واجب علي الصوم والصلاة؟ دل تسمع الإجابة إن شاء الله من سماحة السيد. دل داخل سيدنا. دل واضح إن شاء الله نجاوبك ياسر. دل تسمع الإجابة إن شاء الله من سماحة السيد يا ياسر. شكرا جزيلا. أبو كرار من بابل، السلام عليكم يا أبو كرار. السلام عليكم سيدنا غاسم. وعليكم السلام. حياك الله يا طيب، الله يتقبل صيامك إن شاء الله. الله يحفظك سيدنا، رحم الله والديك. تفضل. سيدنا أنا بابل، طلعت مثلا من المدف، طلعت الصبح تشيع الصبح ورجعت قبل الزوال. يعني بهالحال علي إفطار ما علي إفطار؟ ألو. من بابل إلى النجف الأشرف، صحيح؟ إي من بابل النجف الأشرف. طيب ورجعت قبل الزوال، شكرا جزيلا، سؤالك رجعت واضح. رجعت قبل الزوال بس دل. الحكومة هاي علي افطار ما علي افطار؟ دل. قبل الزوال رجعت قبل الفوات الظهر. دلل واضح السؤال. شكرا. ممنون. شكرا ابو كرار عيوني. ممنون. معي جاسم من بغداد، السلام عليكم يا جاسم، حياك الله وبياك. تفضل. والله تفضل. يعني ظاني واريد اصوم شلون يعني؟ يعني لا حبوب دكتور. شو وقت تاخذ الحبوب؟ ثلاث اوقات. ثلاثة. ما يصير اثنين؟ ما يصير اثنين، يقول لك ثلاث اوقات. لا لا، يعني الطبيب مثلا اذا استشاريته وقال لك
قال لك وقت السحر وقت العشاء مثلا. نعم. يعني بهالحالة ايش اسوي؟ استاذ جاسم تسمعني؟ نعم. لو استشاريت الطبيب يعني وقلت مثلا ممكن يكون علاجك تاخذه يعني وقت يعني السحور مثلا ووقت الافطار مثلا ممكن يعني وقت مو ثلاثه اوقات؟ ثلاث اوقات اخذ الحبانيه. واضح ان شاء الله. واضح. أي. يلا شكرا شكرا السيد المخرج الاتصالات. بلي بلي من وياي؟ محمد من ذيقار. السلام عليكم يا محمد، حياك الله. عليكم السلام، شلونكم؟ الله يحفظك. الله يسلمكم. صيام مقبول، صيام مقبول ان شاء الله. عيوني تفضل محمد. تفضل تفضل استاذ. انا عندي اخوي مريض، يعني مريض صار له مرض 3 سنوات. اي وما طايحين يعني على مرضه شنو، ناس تقول مسحور، ناس تقول يعني مرض، رحنا حتى لايران ما صارت له اي شغله. جيد. هو الصوم على يومين، فقالوا له ما يصير الصومين، فالكلات مالتك تعبانه وبيها رمل وعندك سكر، وهو اكل ما ياكل، يعني الاكل ما يدخل معده، عايش على الحليب المغلي. نعم. فهل هو هسه هل يقول يعني اقضيه؟ دلل استاذ محمد، يعني وصلت الفكره والسؤال واضح ان شاء الله. سؤال ثاني رحمة الوالدي. سؤال ثاني. بلي بلي دلل خدامك. اشتغل عماله يعني. انت انت اي اشتغل عماله. بني فاذا اطلع بالنهار يعني هسه انا قاعد ما اقدر، صايم ما اقدر اطلع، فاذا جاني شغل هسه اذا اطلع بالنهار يعني اذا ما قدرت افطر واقضيهم بعدين لو ما يصير. طيب شكرا يا محمد، ان شاء الله تسمع الاجابه مفصله من سماحه السيد وتتدلل بالخدمه يا محمد. الله يخليك. أمو محمد. أم علي من البصرة. السلام عليكم يا أم علي، الله يتقبل صيامكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم إن شاء الله. الله يتقبل من الجميع إن شاء الله. تفضل يا أم. اليوم أنا مطلوبة سنين ووفيتهن، ويقولوا لي هاي الصوم التأخير المتأخر الدفعين باليوم 25,000. يعني أنا هذا المبلغ. شنو الصوم المتأخر؟ شنو سبب الإفطار؟ سبب إفطاركم شنو؟ يعني ظروف. شنو سبب الافطار؟ مرض، سفر، شنو؟ لا والله سفر، وابو مستشهد، وظلت مثل ما يقول يعني بعد انا اعود بالعائله. ذاك الزمان. وفيت اللي يقولون لي يعني كل يوم 25,000، زي انا مو على اساس 3/4 كيلو الطحين. يعني اليوم. افطاركم كان بعذر لو بدون عذر الافطار؟ والله بعذر. شنو؟ بس شهر مو بعذر، بس شهر. ها. شكرا يا ام علي، واضح السؤال ان شاء الله وتسمعني الاجابه من سماحه السيد. تحيه طيبه لك سيد المخرج، شكرا جزيلا لك ولجميع الساده المتصلين. سيدنا العزيز، كان سؤال هناك الاخ ابو علي من ميسان، ذكر انه لديه مزرعه وهذه المزرعه تبعد عن بيته ما يقارب 35 كيلومتر، وانتقالته من بيته الى هذه المزرعه انتقاله متقطع، تاره تكون في الشهر 8 مرات، وتاره تكون مره، وتاره اصلا لم يذهب على الإطلاق. ما الحكم الشرعي في ذلك سماحة السيد؟ هل هناك تفصيل في هذا الأمر أم لا؟ تفضل. نعم، يعني المزرعة ذكر أنه تبعد 35 كيلو وهو يروح لها، لكن سفراته عدد السفرات قليل، فلا يصدق عليه، ما يصدق عليه، يعني هو ما يبقى فترة بحيث يصدق حكم المقر عليه، ولا أيضا يروح ويرجع مثلا للمزرعة لغرض العمل. سفرات مثلا 10 سفرات او اكثر ما لا يقل عن 10 سفرات ولمده 6 اشهر، فايضا ما ينطبق عليه عنوان كثير السفر، فلا ينطبق عليه لا عنوان مقر ولا عنوان كثير سفر، حتى لو كان في عمل السيد حتى يعني هاي الفتره المتقطعه. نعم. يعني عدد السفرات قليله، فمده البقاء قليله، فما يصدق عليه لا مقر ولا ايضا كثير السفر. فاذا سافر للمزرعه لغرض العمل يجب عليه قصر الصلاه ويجب عليه الافطار. طيب ابو ياسر من كربلاء المقدسه، هو من سكنه كربلاء، يداوم في منطقه الرطبه، يقول تقريبا يغادر من الساعة 10 من محافظة كربلاء إلى المنطقة التي يريد أن يصل إليها. ذكر دوما دخلتم وسمع السيد دوما 12 يوم ب12 يوم إجازة. ماذا يترتب عليه سماحة السيد؟ نعم، بالنسبة للأخ قال أن عدد الأيام اللي أبقاها 12 يوم، صار سنتين ومستمر. نعم. فيصدق عليه هو الآن
ما طول هو عدى عزم انه يستمر لفتره طويله في هذا المكان كما ذكرنا. في كل شهر عدى 12 يوم فيصدق على هذا المكان انه هو مغر اليه. طبعا فقط الثلاثة أسابيع الأولى يجمع ما بين القصر والتمام وما بين الصوم والقضاء، أما في بقية الأيام فيجب عليه الصوم ويجب عليه إتمام الصلاة. أما بالنسبة للطريق يجب عليه الإفطار ويجب أيضا عليه قصر الصلاة. إذا أراد يصوم فكون يطلع بعد الزوال، يعني من كربلاء يطلع بعد الزوال بعد ما يأذن الأذان، يطلع باتجاه يعني باتجاه مقر العمل مالته ويكمل صوم ذلك اليوم، او يطلع الصبح مثلا ويصل الى العمل مالته او مقر العمل قبل الزوال ايضا، اذا وصل يجدد النية ويصوم ذلك اليوم. غفران من النجف الاشرف سماحة السيد سألت بخصوص والدتها، تقول لو ارادت المجيء الى كربلاء المقدسة ويعني وصلوا الى كربلاء المقدسة ورجعوا قبل الزوال، الحكم في ذلك؟ ولو رجعوا بعد الزوال ما الحكم في ذلك سماحة السيد؟ نعم، اذا الشخص يعني سافر من الوطن مالته سافر مسافة شرعية، من يوصل لحد الترخص اللي هو بحدود كيل وين، يريد يفطر يريد يبقى ممسك بعد مو نية صوم، لان هو الان بسفر. فمن يوصل لحد الترخص يعني مثلا الشخص طلع من كربلاء يريد يروح للنجف، من يوصل لحد الترخص اللي هو بحدود كيل وين يريد يبقى ممسك من دون نية صوم، يريد يبقى ممسك يريد يفطر، يجوز له الافطار، يجوز له ان يفطر. جيد. اذا فطر فقط عليه القضاء هذا اليوم، فقط القضاء حتى هنا. لو حتى لو رجع قبل الزوال فقط القضاء سمحت السيد هنا؟ فقط القضاء. جيد. يعني حتى لو رجع قبل الزوال وهو تناول المفطر في السفر هذا فقط عليه القضاء، ما عليه كفاره. اذا بقى ممسك يعني تجاوز الكيلو وين تجاوز الحد الترخص وراح للنجف وبقى ممسك لم يتناول اي شيء من المفطرات، اذا وصل اذا رجع قبل الزوال وصل الى بلده فمن يدخل للمدينه يجدد النية ويصوم ذلك اليوم ويصح من صوم ذلك اليوم صومه صحيح ولا يجب عليه القضاء ذلك اليوم. احسنتم سيدنا. السؤال الثاني تقول هي طالبه وبسبب ظرف الامتحانات والقراءه وهذا يتطلب جهد اكثر، تقول لا استطيع الصيام اطلاقا، وذكرت لديها اعذار كثيره من ضمنها اصلا لا تتحمل، ماذا ترتب على سماحه السيد؟ ذكرت امتحانات. نعم. عندنا يعني بعض الاعذار تجوز يجوز للشخص مع وجود هذه الاعذار يجوز له الافطار. مثلا المريض اذا كان يضر الصوم، المسافر يعني مسافه شرعيه، المرأة الحامل المقرب، المرضعة القليلة اللبن، الشيخة ذو العطاش، فبعض اللي عنده عذر يجوز للإفطار. بعض الأعذار ليست يعني ليست عذرا أو مبررا للإفطار، من هذه الأعذار هي الامتحانات. طيب. الامتحانات مو مثل المرض، المريض عذر إذا كان يضر الصائم يضر المرض. نعم. يتضرر من المرض لا يجب عليه الصوم، يجوز له الافطار، اذا سافر يجوز له ايضا الافطار. الامتحانات ليس من الاعذار التي تجوز الافطار. لكن اذا كان امر الطالب يدور ما بين ان يدرس يقرا الامتحان وما بين ان يصوم. وكان على مستقبله وكان ترك الدراسه يسبب له حرج لا يتحمل عاده، هنا يجوز لانه ينوي الصوم يصوم. اذا مثلا بعد الظهر او العصر شعر انه بحاجه شديده الى شرب الماء وما قدر يستمر بهذا يعني ممسك عن الطعام والشراب، فيصير هنا يشرب أو يأكل بمقدار الضرورة ويبقى ممسك وعليه القضاء بعد ذلك، هاي الأيام يقضيها طبعا ما عليه كفارة، فقط عليه قضاء ما عليه كفارة. وبإمكان اللي عنده امتحان بإمكانه يعني مو ما يتبع هذا الطريق وإنما يتبع طريق آخر، إنه يسافر مسافة شرعية. جيد. يعني يقصد مسافة 22 كيلو اللي هي مسافة الفيقية، يوصل كيلوين بعد كيلوين يفطر، طبعا يواصل يستمر يقطع المسافه. جيد. يقطع 22 فيرجع الى وطنه، اذا رجع هو مفطر في هذه الحاله يبقى على افطاره وعليه القضاء بعد ذلك. هنا فقط القضاء فقط باعتبار انه سافر ويقدر ياخذ راحته يقرا. نعم. يقدر ياكل ويشرب لكن لا يجاهر بالافطار امام الناس. حسنت. وينتهك حرمه شهر رمضان الفضيل. احسنتم سماحه السيد. مرقية من بابل سألت أنها حامل في الشهر الثامن، تداخلت معها أنا سماحة السيد
هناك من قال لها لا يجوز لك الصيام، لكن بعد المداخلة تبين أن الذي كانت باستشارة من الطبيب المختص قالت لها بسبب أنه الجنين لا يتحمل يعني هذا الصيام يضر بصحتها. إذا كانت هي تتضرر يعني الحامل المقرب إذا كان الصوم يضرها ويضر أو يضر الجنين مالتها وردت لها الرخصة في الإفطار يجوز لها إفطار وعليها القضاء بعد ذلك بعد شهر رمضان عليها القضاء تقضي وأيضا تجب عليه الفدية، الفدية هي 3/4 الكيلو من الطعام. أحسنتم. أم محمد من واسط ذكرت أنه لها لديها سمح السيد يعني هبوط في الضغط حاد جدا، حتى ذكرت وسمحتم سمح السيد بأنها تحمل الملح والماء تحسبا لأي ظرف طارئ بسبب يعني هبوط الضغط. ماذا يترتب عليها سماحة السيد؟ نعم إذا كان يعني هذا بتزامن معه. نعم هبوط الضغط يعتبر مرض من الأمراض. فإذا كان الشخص يتضرر يعني إذا صام يصير عنده هبوط بالضغط أكثر. نعم. يعني تشتد عنده الحالة المرضية. افترض أنه مثلا هو إذا يفطر مثلا الضغط مالته هو عنده هبوط. الضغط مثلا 10 مثلا. نعم. على 7. إذا صام يهبط أكثر مثلا قد يصل 8 مثلا على 5 أو على 4 مثلا. فيتضرر هو من هاي الحالة، إذا يتضرر نعم يجوز له الإفطار وعليه القضاء بعد ذلك يعني بعد شهر رمضان يقضي ولا يجب عليه غير القضاء شيء يعني فقط القضاء لا تجب عليه الفدية. أما إذا هذا طبعا إذا شوفي من يعني من المرض بعد شهر رمضان، أما إذا كان المرض لا مستمر من شهر رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني فيسقط القضاء وتجب الفدية يوميا 3/4 الكيلو من الطعام. ياسر من كربلاء سأل فيما يخص عمره 11 سنة سماحة السيد، قال هل واجب عليه الصيام أم لا؟ نعم يعني بالنسبة للياسر اسمه ياسر ياسر أي ياسر يعني ما مكلفه يعتبر الآن لا يجب عليه الصوم ولا تجب عليه الصلاة. نعم يستحب له أن يصلي ويستحب له أن يصوم. تجب عليه الصلاة والصوم إذا بلغ سن التكليف، وسن التكليف في الذكر هو وجود واحدة من 3 علامات اللي هي نبات الشعر الخشن في العانة أو خروج المني باحتلام أو جماع أو إكمال 15 سنة هلالية. إذا تحققت واحدة من هذه العلامات عندك يا ياسر فتعتبر أنت بالغ، إذا ما تحققت ما تعتبر بالغ. فأنت الآن بعمر 11 أنت مو بالغ، الصوم واجب عليك والصلاة أيضا واجب عليك لكن مستحبة، يعني تؤجر إذا صليت وإذا صمت أنت تؤجر تحصل أجر على هذا الصيام وعلى هذه الصلاة. أبو كرار من بابل سأل فيما يخص السفر من بابل إلى النجف الأشرف في حالة اضطرارية كتشيع جنازة أو غيره ورجوع قبل الزوال، ماذا يترتب عليه سماحة السيد؟ نعم إذا سافر من الحلة إلى النجف هاي طبعا تعتبر مسافة شرعية. إذا وصل حد الترخص يريد يفطر يريد يبقى ممسك، إذا بقى ممسك ما أفطر ورجع إلى الحلة قبل الزوال يجدد النية ويصوم ذلك اليوم ويصح منه الصوم ولا ليس عليه أي شيء آخر غير فقط أنه هذا اليوم يكمل صيامه صحيح. شكرا لكم سماحة السيد على كل ما تفضلتم به من الإجابات على هذه الأسئلة. شكرا لكم. مشاهدي الكرام الأسئلة المتبقية نجيب عليها في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الذي لا تضيعوا عنده الوداع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.